مسموح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من إقليم الجديدة. حنا وياكم كنتواجدوا فوق تراب جماعة أولاد رحمون وبالضبط بدوار أولاد بومهدي. مشاهدي قناة شوف تي في، حنا وياكم جينا باش نشوفوا المعاناة ديال هاد الدوار، المشاكل ديال هاد الدوار. المشكل الوحيد خصوصا هذا المشكل الوحيد اللي كتخبط فيه الساكنة ديال الدوار شنو هو؟ اللي هو هاد الطريق اللي كتعتبر طريق رئيسية، طريق مهمة، طريق اللي كيمشوا منها الوليدات الصغار للمدرسة، كيمشوا منها الآباء والأمهات كبار وصغار ذكور وإناث. يعني بطبيعة الحال هذا الطريق اللي كتعتبر طريق وطنية، ما نعتبروش نقولوش طريق وطني وإنما طريق رئيسية. مشاهدي قناة شوف تي في، في الأول كانت هذا الطريق كانت فيها غير البياضة، كان طريق مكرفسة، كانوا كيعانيوا الدوار، الدوار رفعوا شكاية للمجلس الجماعي، خرج لهم ميزانية باش صيبوا لهم البياضة. كيف ما كنشوفوا الطريق فيها البيادة جاية من هنا فيها البيادة، يعني واحد المبلغ اللي هو مهم. في 2021 يعني البيادة انتم عارفين الأمطار الخير اللي كتهطل على البلاد، يعني البيادة الأمطار كيولي الغيس كيف الصيف، يعني التراب ديال البيادة. فارتأى المجلس الإقليمي أنه يخرج ميزانية، مبلغ اللي هو مهم، يعني مبلغ اللي هو ضخم، أنه يخرج ميزانية باش يديروا لها الكودرون. بالفعل المشروع تحط لوجود بالتنسيق مع المجلس الجماعي ولاد رحمون، المشروع تحط لوجود، فإذا بهم انهم كيلقاو واحد المشكل ديال واحد السيد ما بغاش يخلي الكودرون انه يدوز من حدا الدار عنده ولا يدوز من الارض ديالو ولا بجنبات الارض ديالو الى حقاش هذه الطريق اللي سنوات وهي كاينه هذه الطريق. كيف ما كنشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في، اجي دور هنا يعافاك، كيف ما كنشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في، الكودرون يعني الطريق مقاده، يعني ميزانيه ديال الكودرون باش يتصيب، يعني الطريق مصيبه، يعني جات حتى لهنايا مشاهدي قناه شوف تي في. اجي معايا عافاك باش نمشيو عند الناس اللي واقفين كيحتاجوا تما وهازين العالم الوطني المغربي. احنا جينا باش نوصلوا المشكل ديال هاد الناس. الكودرون حبس حتى لهنايا كيف ما كنشوفوا، يعني الكودرون النهايه ديال الكودرون هو في هذا المكان هذا كيف ما كنشوفوا، يعني الكودرون ما بقاش، يعني ورجعنا للبياضه، رجعنا للمشكل ديال البياضه، رجعنا للطريق اللي هي محفره. زيد معايا بالزربه عافاك باش ما نتعطلوش على الناس وباش الناس يوصلوا المشاكل ديالهم. يعني البياضه كيف ما كنشوف، يعني مجموعه من السيارات كلها متوقفه في هذه اللحظات، مجموعه من العربات المجروره كلها متوقفه، يعني التلامذ كيمشيو للمؤسسات التعليميه ما لقاوش منين يدوزوا، يعني الناس ما لقاش منين تدوز الى حقاش نتوما عارفين الشتا ومع البياضه كيولي الغيس، يعني ما كتبقاش الارض كلها كتولي محفره. وكيف ما كنشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في، يعني الطريق كلها محفره، يعني السيارات ما كيدوزوش بشكل اللي هو شكل مزيان. هادشي اللي خلى هاد الناس يحتجوا، هادشي اللي خلى الساكنه ديال الدوار ولاد بومهدي انها تحتج. حنا وياكم بغينا نبداو اللايف من الكودرون، من النهايه ديال الكودرون، كيف ما كنشوفوا المعاناه ديال السيارات كيفاش كيدوزوا. فعيب ان يكون شخص انه يوقف ضد المصلحه ديال الدوله، عيب ان يشوفوا شخص انه يوقف ضد المصلحه ديال البلاد، ديال التنميه، ديال فك العزله العالم القروي، ويقول لهم لا الكودرون ما يدوش من هنايا. والغريب في الامر مشاهده قناه شوف تي في، ان سمعنا ان هذا الشخص هذا اللي حابس الكودرون على البلاد ولا حابس الكودرون على الطريق، انه حرط جزء من الارض كيف ما كنشوف، جزء من الارض ديال الكودرون ديال البياضه فهي تحرتات كيف ما كنشوف. احنا غاديين في الجنبات ديالها، يعني الطريق اللي مخصصين لها واحد المتراج اللي خصو يكون متراج اللي هو مهم باش تدوز العربات تولي كتدي وكتجيب. فاذا بهم الناس ديال الدوار كيف ما كنشوفوا، مسيره ديال الغضب، مسيره ديال الاحتجاج. هاد الناس هذه الاعلام المغربيه واقفين بالسيارات ديالهم ما لقاوش منين يدوزوا كيف ما كنشوفوا. حنا وياكم مشاهدي قناه شوف تي في غادي ناخذوا الاراء ديال هاد الناس وناخذوا المشاكل ديالهم باش يقربونا من الصوره اشنو واقع. اجينا يا عفاك
السلام عليكم، اشرح لينا اشنو واقع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا سكان دوار الادم وحدي نستنكروا واحد العمل من طرف بعض الساكنه اللي اعتادت على الحرمه ديال الطريق. كما تلاحظون هنا قام بحرث الطريق لاكثر من متر ونصف، مع العلم بان الطريق تم برمجتها في سنه 2017 من طرف جماعه اولاد رحمون، وكانت الدراسه ديالها حوالي 9 امتار في العرض ديالها. نتيجه دابا الى عبرنا، سمح لي قاطعتك، دابا الى عبرنا غير واش غير لقاو 9 امتار؟ ما بقاش 9 الامتار، يعني هذا السيد هذا او هاد الناس اللي تنقول انا يعني عديد من سكان هاد المنطقه، انطلاقا من الطريق الوطنيه رقم 318، يعني عرقلوا لنا المشروع ديال هذا الطريق. في العلم بان هذا الطريق كما قلت من قبل انها تمت دراستها وبرمجتها في اطار في من اجل فك العزله على المنطقه، خصوصا هذا الدوار اللي كيبعد عن الطريق رقم 318 بحوالي 3 كيلومترات. نتيجه لهذه المواد المستعمله في اعاده هيكله هذا الطريق، كانت عباره عن مواد يعني عباره عن بياضه، ونتيجه للامطار خلال فصل الشتاء يعني هاد الناس كيدوزوا وسط الاوحال بالدرجه الاولى، يعني ما عندهمش من يدوزوا يعني وسط الاوحال، كلها غيس يعني كلها غيس، كيضطروا يقلبوا على شي طريق منين يدوزوا. دابا انطلاقا يعني في سنه 2021 تمت اعاده برمجه هاد الطريق من طرف المجلس الاقليمي لمدينه الجديده، يعني باش تكون لنا بيكوش من كما قلت من قبل من طريق 318 الى الدوار. تم انجاز منها ما حوالي واحد دو كيلومتر او اقل ما بالضبط. اذا ولكن كنت فاجئ في الاخر بان خصوصا نعاود نذكر بان هذا السيد هذا اللي على الجانب ديالنا اللي هنا على الطريق قام بعرقله اشغال الشركه اللي كانت لها الصفقه من اجل اصلاح الطريق. وتبقى كساكنه ديال الدوار شنو النداء ديالكم؟ النداء ديالنا الناس المسؤولين وعلى راسهم عامل عماله صاحب العمالات الجديده، عامل صاحب الجلاله، يعني ان التدخل الفوري في حق من يعتدي على حرمه الطريق اولا، ونناشد كذلك المسؤولين لا من جماعه ولا من قياده جماعه واد رحمون كذلك التدخل لحد من هذا استغلال النفوذ، اقول استغلال النفوذ لبعض الاشخاص يعني في الاعتداء على الطريق بصفه عامه. واخا هذا السيد هذا كيف ما كنعرفوا ان الطريق اللي كتفك على الدوار، في نظرك علاش بغى يحبس هذا السيد؟ علاش حرط الارض؟ علاش دخل في البياضه؟ علاش هذا السيد؟ كما قلت انا اعود اكرر، كاين نفوذ ويقول بان الطريق تدخل في ملكيته، الطريق ديالو ما عاد الحق حتى واحد يجي لها. انا عارف هذا السيد كيفاش يفكر، يعني الطريق هي ملك للعموم، يعني عندها سنوات طويله، 100 سنه احنا انا في العمر ديالي 43 سنه وانا تنعرف غير هذا الطريق اللي تندخلوا مع هذا الدوار، قرينا في المدرسه اللي كاينه في جانب الطريق وتندخلوا الدوار، يعني طريق رئيسيه مدخل للدوار. وهذا دابا كما قلت يعني احنا نطالب باش تكمل لنا هذا المشروع، يعني صاحب الجلاله نصره الله يعني في جميع الخطابات ديالو تيقول بان فك العزله عن المواطن ومن اجل انجاح جميع المشاريع التنمويه، خصوصا عندنا احنا في المنطقه عندنا النقل المدرسي اللي دابا حاليا يعني كلشي متوقف، يعني ملي كتكون الشتاء كيقول لي حتى سيارات الاسعاف كيف ما كنسمعوا. نعم يعني السياره كتضطر. انا نجي عندكم باش نسمع المشكل، يعني جميع الناس اللي كيشتغلوا لا في مجال ديال الخياطه ولا مجال الفلاحه ولا مجال البيع والشراء، يعني هذو كتدخل هنايا للشاحنات ديال السلع، الشاحنات اللي نقل جمع نقل الحليب، نقل اللحظه التعاونيه كاينه في الطريق، كتوقف لهم هذا النشاط ديالهم، خصوصا يعني هما يعني مصدر الرزق ديالهم الحليب، بيع الحليب. لهذا كما قلت واعاد واكرر باش نفتح الفرصه للاخرين باش يتكلموا، وناش
صاحب الجلاله وعامل عماله اقليم الجلاله. اكيد الرساله وصلت ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم. اذا مشاهده قناه شوف تي في، كيف ما كنشوفوا الناس مازال كتحشج، واخا علاش في نظرك، كيف ما طرحت السؤال على السيد، علاش في نظرك انه هذا السيد اجي هنايا عافاك على ود، وكيف ما قلت لي نتايا قلت لي ان سيارة الاسعاف ما بقاش كدوز من هنا لومبيلونس، سيارة الاسعاف كنعيطوا عليها كيقولوا لنا ما كاينش ندوزوا عندكم، الحليب كان الحليب دابا حنا وقفنا، الحليب ما بقاش يتباع لنا، مستيرنا ولا ما بقاش يدخل عندنا لا علاش؟ على الطريق، مشكل ديال الطريق، اي حاجه توقفنا، حنا دابا توقفنا، واش فرد واحد يحبس الطريق و1000 ديال الساكنه يحبسها فرد واحد؟ حنا كنطلبوا من السلطات. علاش في نظرك هذا السيد حبس عليكم الطريق؟ الله اعلم، ما فهمتش انا كيفاش حبس الطريق، ما عرفنا حنا، ما فهمتش انا ما فهمناش كيفاش، حنا جينا عدود تفاهمنا معاه وطلبناه وقلنا له ودي حشومه عليكم ما تسوقناش، ما كاين حتى حاجه، قلنا تيوب تبغيو، ولكن الطريق ديال الدوار ديال الدوار راه هو الدوار راه عارف، قال لي السيد كيقول لي ان هذا الطريق تقريبا عنده واحد 100 سنه وحنا ما عارفينش فيها، انا عندي 53 سنه، انا عندي 53 شوف انا عندي 53 سنه ملي عقلت عقلت فيها، ملي وليت نفهم فهمت الطريق هذه كاينه، راه والدينا كندون دبنوم دابا بغي ندون زين داخل وحلو انا بغيت من خلال هذا البث المباشر بغيت نوصل المعاناه ديالكم، كيفاش كدوزوا ملي كتكون تصب الشتاء؟ حنا ملي كتصب الشتاء كنتوقفوا كيتسد علينا، كيتسد علينا، كيتسد علينا الطريق، كاع البيبان كيتسدوا علينا، ما بقينا عندنا لا بيع ولا شرا حتى حاجه، ما بقاش عندنا، يعني هذه هي الطريق الرئيسيه، هذه هي الطريق الرئيسيه، وحنا هذا الشيء راه في عين، يجوا يشوفونا في عين المكان، ما كنكذبوش، يجوا عندنا ويشوفونا ويشوفوا هذا الشيء اللي كنقولوا فيه، حنا معاملين مسؤوليه. وقفنا الحليب ما بقاش نبيعوه، ما يهمناش يموتوا بجوع، انه حار الطريق ما فهمتش انا هادي، باش كنطلبوا من الحكومه تدخل في هذا الشيء، الله يرحم الوالدين وعاش الملك وبغينا كل شيء تدخل في هذا الشيء، شوفنا وما كنكذبوش، يجوا عندنا العيد ما كنشوفوش، راه عيب مشاهده قناه شوف تي في، راه عيب انه يكون شخص ضد الدوار، عيب انه يكون شخص يحبس العزله على دوار اللي فيه وليدات صغار، فيه ناس عجزه، فيه سياره الاسعاف كدوز، فيه مورد الرزق ديال الناس اللي عندهم تعاونيه ديال الحليب، فعيب وعار. يعني ما كيستافش غير الساكنه، راه هو راه ضد من بين الاستراتيجيات ديال الدوله هي فك العزله، فك العزله والمساهمه في التنميه، يعني ما كانش الطريق راه ما كاينش تنميه، دابا نعطيك مثال، كاينه تعاونيه ديال الحليب لجميع الساكنه كيستافدوا، ملي كتجي الشتاء ما كيبقاش يدخل للرموك، خاصهم يعمروا ويخرجوا ليه يوميا، يعني الحليب فواحد الوقيته كيولي غير يتلاح، الاولى، ثانيا النقل المدرسي، يعني راه الطريق راه لا دارت راه غتساهم حتى في المشكل ديال الهدر المدرسي، الا بقات الطريق بحال هكا راه غيرجعوا الناس ثاني يرجعوا يخرجوا ولادهم ويخرجوا، هو كيستفز كيما كتشوف كيستفز الساكنه، ان الطريق كانت فيها 9 متر يعني في البياضه، دابا عرقله ملي جات الكودرون خرجت الميزانيه ديال الكودرون، عاد هو حرتها ووقف الطريق. علاش المره الاولى خلات 9 متر ودابا ملي جا الكودرون حبس؟ هادشي اللي بغينا نعرفه، وانا كيبان لي انه عنده شي نفوذ او انه حيت الابن ديالو مقدم، هادشي اللي بان لي، لان الناس كلشي راه ماشي هو اللي عنده الاوراق ديال البلاد، راه الناس راه كلشي عندها الاوراق ديال البلاد، كلشي عنده ارض، حتى واحد حنا راه الوالد راه عطى جوج برات في الطريق، فهمتي؟ كلشي هنا عاطي الارض، فهمتي؟ راه غير برجليك بغض النظر تكون يعني عندك طوموبيل، برجليك يعني الارض ولا كتعتبر ديال الدوار كامل، ديال الدوار، لانك من المستفيد، واش ولادك كيقراو؟ ولادك راه اكثر من 4 دوار، يعني ولادك كيقراو في النقل المدرسي كدوز منه انت يوميا، راه ما عندكش، تبت لينا انك ما كدوش معاه وخليها بحال هكا، انا كنتحداك نقول لي غير تبت لي انك ما كدوش مع الطريق وما كتستافدش، وماشي غير انت اللي غتعطي الطريق وحدك، راه الدوار كامل كيعطي الطريق، فهمتي؟ وهذا الشيء اللي كاين، والله ينصر سيدنا وعاش الملك، هذا الشيء اللي بغينا، حنا كنطالبوا من صراحه يعني المطلب ديالي انا كنوجه رساله مباشره للعامل الاقليم، عامل صاحب الجلاله نصره الله، انه يعطينا واحد التدخل فوري من اجل فك العزله، وكما كتشوفوا الساكنه مخلي الاشغال ديالها مخلينا هذه، علاش؟ لانهم مضرورين في الطريق، والسيد كيستفزنا معنى الكلمه، هو حار الطريق وراه وري السيد كيف ما كنشوفوا مشاهده قناه شوف تي في كيستفزنا، ها هي بيا يعني حيد بابا من الطريق، كيف ما كنشوفوا مشاهده قناه شوف تي في، يعني الطريق راه محروته، يعني ها هي بياضه كتبان لكم، بياضه كتبان لكم محروته، يعني بياضه الطريق ديال الدوار. السلام عليكم، اجي حدايا، بغيناك انت تزيد توضح لنا، وكيف ما كنسمعوا الناس انه كيقول لك انت هي الفقيه ديال الدوار، يعني راه الفقيه زعما راه انسان نزيه، شنو ممكن تقول لنا؟ الله امنكم والكرم فليغير، حنا لحد الان بسم الله الرحمن الرحيم كنشكركم على الزياره ديالكم والمجهودات ديالكم، كما كتشوفوا يعني هاد العرقله
لحد الان السبب ديالها ما واضحش. وهذا السيد هذا مشكل، لانه مشكل جامعه ولاد رحمون تم تعبيد الطريق بياده كما تشوفوا من 2017 تم الدراسه ديالها في هذه 9 الامطار. يعني من 2017 خرجت الدراسه اللي دارت وخرج المشروع خرج فاشل. ما فكش هو باش يفك العزله دار هو العزله. كتصب الشتاء دبر منين دوز. الحليب ما بقاش كيمشي. انا بصفتي كسائق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ما كنبقاش منين ندوز، وليت كنفتش كنا كنتمناو في هذا الطريق باش 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 تحل لنا المشكل. هي السائق ديال هي السائق ديال المدرسه. عندك بلاش انا سائق ما درقناش. اجي حدانا هنايا بصفتي انا كسائق عندي مشكل، لان الطريق كنا كنتمناو منه باش تفك العزله. صدقت هي العزله بسمت كتصب الشتاء عندك مشكل، ولا وليت انا بصفتي كسائق ولا كتشكل خطر ليا ولا الطوموبيل والوليده والتلاميذ لان الطيار هذيك السياره ما بقاش كتثبت في بلاصتها كتحكم فيها. دابا الغريب في الامر ان تم في 2021 تم بمفاوضات من تدخلات من بعض الناس وبالساكنه تم واحد المراسله العمل تم البرمجه ديال المجلس الاقليمي تم الانزال ديال المشروع باش تكون قدرون باش يتفك هذا المشكل لان الحليب كيتوقف. تم الارصاد ديال الميزانيه واجده ما يفوق 200 مليون. تم المشروع بدايه المشروع يعني في السنه ديال 2021 سارت المشروع غادي تم توقيع لفائده بسبب ان كنتفاجئوا بالسيد صاحب الساكنه صاحب هذه الارض لان جميع لان دابا الغريب في الامر ان السيد تو مستفيد من الارض دابا لحد الان هو كان تحدى كما قال السيد قبلي ما كانش كيدوز منها. تم توقيف كان كيتشكى بانه كاين واحد السيد مول الحيط يحيد داير لنا كعرقاله. هذا السيد قال خاصو يحيد، السيد تو رفض بانه يحيد. زرع عندنا مشكل السيد تم توقيف المشروع في شهر 5 كنتسناو جات المؤجل الانتخابات تم كنتسناو في المجلس الجديد يتكون توقف المشروع حاليا انه كيتماطل وكيبدا يحرق. هو موقف لنا الارض موقف لنا المشروع. شنو النداء ديالكم انتم نيابه على الساكنه ديال الدوار؟ حنا النداء ديالنا كنوجهوا للسيد القائد والسيد المجلس الجامعي الجديد والجامعه ككل، لان هذا والسيد العامل والسيد العامل والسيد جلاله الملك نصره الله والمجلس الجامعي، لانه هو هذا المشروع يعني داخل في الدراسه وتخسرت لي اموال ديال الدوله. وبين كتم البرمجه وكتم يعني تسجيل المشروع وكدار لي دراسه وكيتم توقيفه من طرف مواطن واحد، لان الساكنه ما ينازي 600 ما يفوق 600 انسان وكي 600 دار كان وكيتم توقيف من طرف واحد السيد وكيتماطل على الارض وكيحرطها ومعه هو وريث وكل الام ديالو الاخ ديالو كيقول لكم بانكم يعني يقدر لكم تدوزوا. وهو هو كيوقف لنا المشروع. حنا كنوجهوا النداء السيد القائد والسيد راجل كما سبق باش يفكوا لنا هذا المشكل ويفكوا العزله ويفسروا الناس. حنا كنضروا راه غادي نحاولوا تصب الامطار ان شاء الله راه مشكل راه السياره ديال النقل المدرسي توري لكم شنو كاين. ما كدو لا بشتي برجلك ما تدوش ما كدوش. وهو كيستافد وكيشوف هذا الشيء وقال سيدي ما خلاناش ندوزوا حرطه حرطه. دابا حنا كنتمناو فيه باش يزيدنا هو بدا كينقص منا. وهذا السيد راه عنده هذه الارضيه اللي كيكسبها هو داز فيه داز فيه المشروع. لا يعني ما هضر ما والو ما حتى واحد ما هضر. انا نتحدى مشي واحد كيتعرف راه عبد مشيتو مع المشروع كامل مشات الارض ديالها كامله سلف عادي راه المصلحه العامه هذه راه المصلحه العامه. انا نجي عندك انا نجي المصلحه العامه هذه. ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم. مشاهدة قناة شوف تي في كيف ما كنشوفوا انه كيقول لك مجموعة من الناس كيحتجوا راه كيف ما كنشوفوا راه ناس كبار وصغار يعني ذكور واناث راه الامهات حتى هما كيحتجوا يعني الطريق اللي كتعتبر طريق رئيسية فإذا به ان الناس كلهم كيتشكوا. مشاهدة قناة شوف تي في مشاهدة قناة شوف تي في كيف ما كنشوفوا ان الناس كتحتج في هذه اللحظات من خلال هذا البث المباشر. مشاهدة قناة شوف تي في غادي نختموا هذا البث المباشر نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر. الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم ودمنا في رعاية الله والى اللقاء. السلام عليكم.